بنات اللوشن ده مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي، اكتر من روعة للايدين، فعلا فخم قوي، بحبه جدا، رهيب، بيرطب الايد. خدت كمان حاجة من عند ميزون ده دوت، وخدت حاجة تانية برضه هوريها لكم، البودي سبلاش ده، سوري البودي ميست ده، تحفة تحفة، ريحته جميلة. في منه 4 الوان تقريبا، اصفر والبينك والاحمر والاخضر او الازرق. اكتر واحد انا عجبني ده، او بمعنى صح الوحيد اللي استعملته ده، ما استعملتش التانيين. ده جميل جدا تمام، ودوت حلو ومرطب الايدين، يعني لو انت مش عايزه حاجه مثلا زي ده كان ب6 تمام. ده واخده من عندهم ب2 تقريبا، بس جميل قوي قوي بصراحه. طيب في ايه تاني؟ لما تعوزي تحطي عطر وتخلي العطر ثابت على جسمك، حطي اول حاجه لوشن او نقطه فازلين، ادهني بيها جسمك كويس جدا، وبعد كده حطي اي عطر انت بتحبيه تمام. طبعا اسكندر يا بنات تحفه، والعطر ايه تاني؟ شانيل بالنسبه لي، شانيل بالنسبه لي حاجه يعني ما فيش نقاش عليها، جنش طبعا خطيره، بس ده بالنسبه لي عطري المفضل. انتوا عطركم المفضل ايه؟ برضو حلوه، ولكن الف الف ده دي مش طبيعيه. اسكندل يا بنات اللي هي سو اسكندل الجديده، جربوها، احلى من دي بمليون مره، احلى من دي بمليون مره. وفي برضو من شوق، من اسمه ايه، قريشي، دي جميله قوي ورخيصه على فكره، بتبقى حلوه كده برضو لو عايزه حاجه خفيفه في البيت تمام. يبقى هتثبتي العطر ازاي؟ هتدهني جسمك كريم او فازلين، بعد كده تحطي العطر، او حتى لو هتحطي البودي ميست ادهني اول حاجه كريم، بعد كده رشي البودي ميست، وقولي لي ارجعي تاني بالتعليق وقولي لي ايه رايك في الحركه دي. لايك لايك لايك.